احنا من 10 سنوات واحنا ننتظر انه نعطى المجال كسيدات في المشاركه في صنع القرار السياسي والاجتماعي في البلد. وما دام انه فتح الباب فاول ما يعني كنا من اول المبادرين فيه لتحقيق فعلا مشاركتنا الفعليه كسيدات في صنع القرار في البلد. مو لازم بس الرجل اللي يحس بمشاكل الحي. والله ما تحققت الباب ما درينا يعني اللي راكنا.